الله والصلاة والسلام على رسول الله. معانا برضه هنا قص كشخليات همات، تمام ما شاء الله قص حلوة. دي النتاية سمرة والدكر أزرق، الزرق بتاعه غامق، تمام. سيبه يا قال، اسكت يا دي محمود. هو الدكر ما شاء الله كويس، بس هو ايه الطول بتاعه مقفول من تحت، تمام، والنتاية الطول بتاعه مفتوح، تمام. المستوى بتاعهم واضح اهوت زي ما احنا عودناكم. اي حاجه جديده من ايه بنصورها لكم. ومعانا الحاج حماده ابو عوضين برضو، مثل اعلى لنا، هيقول لنا برضو على على وصفهم واحده واحده برضو احنا مع بعض، هيقول لك من مميزاتهم ايه، تمام. يلا يا عم حماده، معانا عم حماده اهو. قول يا حاج حماده. تمام، مستواه كويس بس هو خطه ايه مقفول شويه، يعني زي ما احنا قلنا مقفول شويه بس حلو يعني مع الاسمر يشتغل يا حاج حماده. شغال اه ويقلب كمان، مع ان قليل زي ما انتوا عارفين يعني. الازرق قليل، اه قليل قوي الازرق. دي ناقصه بقى يا حاج حماده، ناقصه هو يعني ناقصه مقفول شويه من هنا. تمام، بس هي لو في برنيطه بقى تحليه. لا بس هي الشيشه بتاعه حلوه يعني، ما احنا بندور مثلا افرد لهم جناحه برضو كده. ايوه الزرق اهو، بس الزرق غامق شويه. اه تمام، هو فرد حم حلو اهوت، هو حلاوته اللي هو من تحت برضو حلو برضو زي اللي فوق. دي ناقصه بس البرنيطه بتاعته، صح؟ دي ناقصه اه البرنيطه. عرفهم برضو الشوشه ديت برضو اكيد عارفين اللي هي الفلونكه اللي هي الفلونكه اللي فوق. اه تمام، الله ينور عليك يا حاج حماد. يعني على حسب بقى ما عنده يعني. اه ورينا النتاع يا حاج حماد. بالشوشه والخد بتاعها صغير، بس ليه خد صغير وخد كبير. اه ايوه كده باين لهم الخد، خد الخد الثاني حته صغيره بس. اه وشرابها كبير برضه، وصدرها مفتوح. الطول بتاعها مفتوح. الشراب كويس. هو ورينا الشراب. الشراب كويس اهو. ما شاء الله. افرق جناحها يا حاج حماده. هي على الصم باين تقريبا اهي. اه الناحية الثانية. تمام، مستواها كويس يعني، حمامة مقبولة يعني. اه وسمرة حلو، سمرة جميل. اه سمرة جميلة. اه سمرة حلو ان شاء الله. هم ايوه سعرهم برضو حلو باذن الله ان شاء الله. اصورهم لكم واقفين هم، تمام، واضحين اهو. هم واخدين بعض. وهسيب لكم رقم برضه سعد لو حد عايز منهم حاجه يتواصل معاه، تمام، زي ما عودناكم. هم ما شاء الله، هم ما شاء الله. وفي برضه شبابات هصورها لكم دلوقتي كشخليات برضه، عشان لو حد محتاج منها حاجة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.